مساء الخير، هنا ماسبيرو لكم منا كل التحية. فقرتنا الثانية الحقيقة النهاردة مع زميل عاطف كامل هتكون عودة مرة أخرى للإحساس بالجمال، عودة مرة أخرى للتذوق الجمالي، إزاي يكون عندنا الإحساس بالأشياء الجميلة. نوعية التذوق الحقيقة ممكن عندنا التذوق البصري، عندنا الإحساس بثقافة الجمال، إزاي نكون قادرين ان احنا نتحدث عن كل شيء جميل بيكون موجود حوالينا. الحقيقه ده جزء مهم جدا، مش بس فقط ان احنا نقدر ان احنا نتذوق الجمال مجرد ان هو صوره او لوحه او حديقه جميله بنشوفها او مبنى الحقيقه مبهر، لا، ده جزء من سلوكنا وعاداتنا وثقافتنا، ان احنا يكون كلامنا الحقيقه كلام جميل، يكون لدينا الانتقاء من خلال الألفاظ الجيدة، يكون لدينا القدرة على الحكم السليم على الأشياء الجميلة. زمان الحقيقة لو رجعنا كده بالزمن أيام أهالينا، إزاي كانوا بيتجمعوا كلهم لحفلة الخميس عشان يسمعوا صوت أم كلثوم، كان نوع من أنواع التذوق الموسيقي وبشكل قوي جدا. إزاي كانوا بينزلوا يروحوا الحفلات دي فأبهى صورهم، كنا بنشوف الحقيقة فساتين وألوان متناسقة ومبهرة، كنا بنشوفهم لابسين سموكن والسيدات لابسين سواريهات، لأن هم رايحين لحاجة فيها ثقافة، فيها سحر، فيها جمال. زي بالظبط كده لما بنمشي الحقيقة دلوقتي وبنشوف كورنيش اسكندرية الجميل بعد تجديده، قد كده العين لما بتشوف الأشياء الجميلة والحس الفني والتذوق شيء مهم جدا. دي هتكون فقرتنا الثانية الحقيقة مع زميل عاطف كامل. أنا شايفة أن احنا في احتياج لهذا الملف، لأنه جزء من هدوءنا النفسي هو الإحساس بالجمال، ده جزء من أن احنا نكون أكثر هدوءا في الحياة هو التعامل والتذوق الفني والحسي للأشياء. بيستضيف عاطف كامل حسين نوح، وعلى ما أعتقد أن هي دي هتكون حلقة أو فقرة عودة مرة أخرى للإحساس بالجمال وتذوق الجمال بكل أشكاله. أما أنا فأصحابكم في مصر بيحصل فيها إيه النهاردة، ومعايا مجموعة من الأخبار الأكثر قراءة على المواقع الإلكترونية وفي الصحف وفي الجرائد. وأي خبر معايا الحقيقة خاص بوزارة الهجرة، وزيرة الهجرة عن مراكب النجاة ومنحت الأمل لشبابنا. قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ان مبادرة مراكب النجاة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ بتقدم فرص بديلة وامل جديد للشباب في الراغبين في السفر خارج مصر، ولكن بشكل غير شرعي. معي على الهاتف الان الاستاذ وائل فراج مدير ادارة التخطيط ومتابعة الهجرة الغير نظامية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. استاذ وائل، يعني خلينا نتعرف اكتر هي على مراكب النجاه وايه اللي بيتم فيها والمحافظات الحقيقه الاكثر شيوعا فيها الهجره الغير شرعيه، وازاي نقدر ان احنا نسيطر على هذه الظاهره وبشكل جيد. بدايه اشكرك على ان حضرتك اديت لنا الفرصه ان احنا بالمداخله ديت. لا ده مهم جدا، اتفضلي فندم. ومراكب النجاه هي مبادرة رئاسية أطلقها السيد رئيس الجمهورية بهدف الخطة، تعزيز الخطة اللي بنقوم بها أو بتقوم بها الدولة المصرية في الحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية وحماية أولادنا وصون كرامتهم. باختصار شديد، المبادرة دي أطلقت خلال المؤتمر الشباب المنتدى الثالث لشباب العالم اللي عقد في الفترة من 14 ديسمبر ل 17 ديسمبر، وكانت توجيهات السيد رئيس الجمهورية لوزارة الدولة للهجرة تعزيزا للجهود التي تقوم بها الوزارة في هذا الصدد. احنا في الفترة الحالية حددنا اولا عشان بس نبقى الامور واضحة تماما، ان كافة محافظات جمهورية مصر العربية هتشملها المبادرة، ولكن احنا بدأنا او ركزنا على 11 محافظة منهم 5 محافظات يعتبروا من محافظات الصعيد. طبعا ال 11 محافظة دول ان احنا
هنبداهم او بداناهم بالفعل. هيبقى في اولويات يا فندم للمحافظات، المحافظه الاكثر حقيقه فيها، اللي احنا بنعرف ان هي اكثر تجارب الحقيقه الهجره غير شرعيه موجوده فيها، ثم المحافظات اللي بعد كده. ال 11 محافظه دول يا فندم، هي اللي فيها الاكثر دفعا للهجره غير الشرعيه، زي الفيوم، البحيره الغربيه، كفر الشيخ، والقليوبيه، والمنوفيه الشرقيه، الدقهليه، المنيا، اسيوط، سوهاج، الاقصر. دول المحافظات اللي احنا حاطينهم في الخطه في الفتره ديت. بدانا نزلنا الفيوم بالتعاون مع كافه الجهات ذات الصله، ونزلنا البحيره، وكان في تنسيق جامد، واحنا حاليا شغالين. بدانا المرحله الثالثه او الزياره، الرحله الثالثه لينا اللي هي في محافظه الغربيه. وعينا طبعا المراه هي الاساس. طبعا المراه هي الام، هي الاخت، هي الزوجه. ممكن الشاب ما يسالش باباه ويسال مامته ويسال اخته. وبالتالي توعيه المراه ده مهم جدا وعامل اساسي ان هي درجه التقبل يا فندم، لان الحقيقه يمكن يعني جميعنا نعلم ان في بعض الحقيقه محافظات الصعيد وخاصه الاكثر فقرا بيكون هو ده السبيل، هو ده الامل الحقيقه للاسر وليس فقط للشباب، ان ممكن عن طريق الهجره الغير شرعيه دي ان هو يتحقق هذا الحلم وهذا الامل لدي هذا الشاب. درجه التوعيه يا فندم ودرجه الاستجابه بتكون ايه؟ لا والله يعني من خلال التجربه العمليه، احنا مش بنتكلم حاجات نظريه، احنا بنتكلم ده مهم. نزلنا على الارض وحاجه واقع ملموس. بمجرد ما بنبدا عمليه التوعيه ونشرح للناس المشكله بتتم ازاي، وبيضحك عليهم الشباب ازاي، وبيبقى عرضه ازاي لمشاكل اكبر، او ان هو الابتزاز، او ان هو يفقد حياته ويشوف الحاجه على الطبيعه ايه اللي بيحصل ازاي، بيبدا بقى يفهم طب ايه البديل. واحنا لما بننزل في عمليه التوعيه بيبقى معانا البديل. البديل هو البديل الايجابي الامن. احنا ما بنقولوش ما تسافرش، من حق ان هو يسافر، ولكن يسافر بطريقه امنه. يسافر ان هو يجهز نفسه، يعد نفسه، يؤهل نفسه التاهيل المناسب علشان ان هو يسافر بطريقة شرعية وسليمة، ويبقى منتج في المجتمع سواء في بلده أو في البلد المقصد اللي هو متوجه ليها. وبالتالي هي درجة التوعية على فكرة والتقبل كبيرة جدا وملموسة من السيدات ومن الشباب. هل يا فندم المسجد، لان خاصه الحقيقه بيبقى تاثير المسجد كبير جدا في هذه المحافظات وله التاثير الاقوى ايضا على شبابنا، هل ده ضمن او دمج هذه الخطه ما بين وزاره الهجره والتعامل مع الائمه الحقيقه داخل المسجد لزياده التوعيه؟ بص يا فندم، هناك محافظات كثيره الباعث الديني سواء المسجد او الكنيسه مؤثرين فيها طبعا. وبالتالي احنا خدنا النهج بتاعنا والصف في ان احنا اعتمدنا على تدريب مدربين من ممثلين الوزارات المختلفه من مهم. اهالي المحافظات دي علشان هم اللي يعملوا التوعيه. من ضمن المدربين المعتمدين الساده اصحاب الفضيله ائمه المساجد والساده اصحاب القداسه القساوسه اللي هم يقدروا يعملوا عملية الوعظ والإرشاد حسب الكنيسة أو ده 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 الحقيقة يا فندم اللي احنا محتاجينه. بشكر حضرتك يا فندم جدا لهذا التوضيح. أنا شايفة الحقيقة إن المبادرة دي مبادرة هامة جدا، يعني فكرة إن يكون عندنا الحقيقة وسيلة أخرى غير الهجرة الغير شرعية، إزاي نقدر إن احنا نؤهل الشباب للهجرة الشرعية، إزاي يكون لديهم القدرة على الفهم الصحيح إن هم حتى لو عايزين إن هم يسافروا ويبنوا مستقبلهم خارج مصر هناك طرق شرعية المفروض إن انتوا تلجأوا ليها، إزاي نقدر إن احنا عن طريق الحقيقة الكنيسة والمسجد أن يكون هناك عظة لهؤلاء الشباب. وخاصة الحقيقة أن أنا بتكلم عن محافظات الصعيد الحقيقة، لأن هي المحافظات دي اللي بتكون أكثر فقرا، والمحافظات دي اللي بيتم فيها عملية الهجرة الغير شرعية وبشكل كبير جدا. ويمكن من خلال الاتصال الهاتفي تحدث عن المرأة، لأن المرأة الحقيقة
الصعديه لها تاثير قوي جدا على الاسره، ممكن من خلالها ان بيتم توعيه الشباب ازاي نقدر ان احنا نغير الحقيقه من التفكير الخاطئ للشباب، بعث الامل لدي الشباب، كل الحاجات دي الحقيقه بتحفز الشباب ان هم يلجأوا الى الطرق الشرعيه، ازاي ان احنا نقدر ندي لهم الوسائل وبشكل مريح، زي ما بيقول كده البدائل، لان البدائل لما بتكون متاحه للشباب فسهل جدا ان هم يفكروا ويتراجعوا. انا شايفه الحقيقه ان ده شيء مهم جدا ان يتم التفكير السليم لدي الشباب، لان احنا محتاجين شباب مصر كلهم، محتاجينهم في الداخل وفي الخارج، ده مهم جدا ان يكون لدينا القدره على الفهم الصحيح والفرز الصحيح. الخبر الثاني اللي معايا الحقيقه خبر خاص بالتعليم، التعليم توجه طلاب الثانويه العامه بسرعه كتابه استماره التقدم للامتحانات، وجهت وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني من خلال المدارس أو من خلال مدارس الثانوي طلاب الثانوية العامة الذين لم يقوموا بكتابة استمارة التقدم للامتحان بسرعة كتابة الاستمارة الورقية في المدرسة وتسليم الأوراق والمستندات المطلوبة لدخول الامتحان، مؤكدة أنها على جميع الطلاب ضرورة استيفاء وكتابة الاستمارة خلال الشهر الجاري. الكلام ده يا جماعه كلام مهم جدا، احنا ممكن نكون بننسى او بنطنش ونقول لا نخليها للاخر خالص ان انا اقدم الاستماره الخاصه بالامتحانات، لا مهم جدا ان انت ده جزء الحقيقه من التغيير، ده جزء مهم جدا ان انت تبقى منظم نفسك ان انت تقدم الاستماره بتاعتك في الوقت المفروض. استماره الامتحانات ده شيء مهم جدا، بيقول لك ان الاستماره خلال الشهر الجاري ده مهم جدا انها تكون مكتمله وتكون موجوده ويتم تقديمها. معايا الحقيقة خبر خاص بالقرعة الخاصة بالحج، أمس بدأ التقديم لحج القرعة بأقسام الشرطة وعبر الإنترنت، واليوم الحقيقة بالتضامن الاجتماعي مع الهاتف الأستاذ أيمن عبد الموجود رئيس بعثة الحج والعمرة بوزارة التضامن. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، كل سنة وكل حضرتك طيب، وكل سنة الحقيقة وكل حجاج مصر اللي عندهم أمل الحقيقة من خلال القرعة إن هم يسافروا وإن هم يحجوا بيت الله إن شاء الله. وحضرتك طيبة وكافة المواطنين بخير إن شاء الله. طيب يعني خلينا نتعرف أكتر من حضرتك على التفاصيل يا فندم. احنا ان شاء الله وزاره التضامن معنيه بحج الجمعيات الاهليه. بالظبط. بدايه التقديم ان شاء الله من غدا 23 فبراير حتى تم الاعلان. ازاي يا فندم ان يتم التقديم من خلال هذه الجمعيات ولا عن طريق برضو الموقع الخاص بوزاره التضامن؟ هو كله بيتسجل في النهايه على الموقع الرسمي الخاص ببوابه الحج المصريه. بيتسجل فيه جميع حجاج مصر، التسجيل بيبقى الكتروني، ولكن الجمعيات الاهليه لازم اكون انا مواطن مسجل في احدى الجمعيات الاهليه التابعه لمنطقه ليها شروط الخاصة. يعني نعرف الشروط من حضرتك، اتفضل. هو احنا السنه دي التقديم ما فيش شرط المده زي العام الماضي، احنا عندنا لو انا اتسجلت النهارده في احدى الجمعيات الاهليه من حقي ان انا اتقدم بطلب الحج مبنى استماره الحج. الشرط الاساسي ان بس تكون الجمعيه مر عليها سنه ميلاديه اعتبارا من حتى 1/1/2020، فده الشرط الوحيد اللي موجود بالنسبه للجمعيه ان يكون مر عليها سنه، انما بالنسبه للعضو ما فيش شرط دي غير ان هو يتسجل في حدود احدى الجمعيات ويسجل الاشتراك السنوي الخاص بالجمعيه، يحق ليه في تلك اللحظه ان هو يقدم يعني يملى استماره التقديم الخاصه بطلب الحج باحدى المستويات الاربعه اللي وزاره التضامن منظماها، وبناء عليه الجمعيه بتسجل الطلبات ديت على الموقع البوابه الرسميه للحج لجمهوريه مصر العربيه. المده يا فندم المتاحه للمتقدم ان هو يقدم اوراقه قد ايه؟ من غدا حتى يوم 10 مارس ان شاء الله، الثلاثاء 10 مارس، عشان ان شاء الله هيتم اجراء القرعه في معناه شهر مارس لاختيار 12,000 فائز على مستوى جمهوريه مصر العربيه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. انا بشكر حضرتك يا فندم الف شكر للتوضيح. يعني خلونا الحقيقه كمان بما ان احنا بنتكلم عن فقرتنا الثانيه النهارده مع زميل عاطف كامل بنتكلم فيها عن التذوق وعن الجمال وعن الاحساس بالجمال، مفيش اجمل من نهر النيل، مفيش اجمل الحقيقه من حمايه نهر النيل، قد كده نقدر ان احنا يكون لدينا القدره عدم تلوث مياه
النيل. ده جزء الحقيقة مهم جدا من سلوكنا، ازاي نحافظ على ممتلكاتنا، لان ده الحقيقة جزء خاص بينا. احنا لما نشوف هذا الجمال، ان احنا نستمتع الحقيقة بجمال نهر النيل، اكيد هيكون عندنا القدرة على الحفاظ عليه، لان ده سلوك شخصي وسلوك مصانع وسلوك فردي نقدر ان احنا نتحكم في. الحقيقة الخبر اللي معايا 1,000,000 جنيه اعمال حماية لنهر النيل بنهاية العام. معايا الهاتف الان المهندس عبد السلام جابر عبد السلام، رئيس الادارة المركزية لحماية النيل بوزارة الري. نعرف تفاصيل هذا الخبر منه. مساء الخير يا فندم. أهلا يا فندم، أهلا بك حضرتك، الله يخليك. إزاي حضرتك يا باشمهندس؟ الحمد لله تمام، الحمد لله أستاذة منية، الله يعطيك الصحة. يعني نبتدي مع حضرتك كده تفاصيل الخبر. هو طبعا جميل جدا إن احنا يكون عندنا مبالغ طائلة لحماية مياه النيل، لكن جزء كمان مهم جدا كسلوكنا كأفراد إن احنا نحافظ على هذا الجمال نهر النيل. تمام. اتفضل يا فندم. هو بالاسم القطاع بس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، اللي هو يعني أحد قطاعات وزارة الموارد المائية والري. القطاع من اسمه كده اسمه تطوير وحماية. تطوير وحماية. فهو بيشتغل على محورين أساسيين هما الحماية والتطوير. الحماية دي يعني داخل فيها بقى التصدي لكافة التعديات على القطاع المائي في ظل أحكام القانون 12، والحفاظ على نوعية المياه وتحسينها، ومقاومة والحد من انتشار الحشائش، والقيام بأعمال الحماية لجوانب نهر النيل للحفاظ على الأرض الزراعية على جانبي مجرى النهر. ده الجزء الخاص بالحمايه يا فندم. والتصدي لزوار النهر. التطوير بقى يا فندم. كمان في محور ثاني مهم جدا على اللي بيخص بالتطوير، اللي هو تحسين وتطوير واجهات المدن والقرى المطله على النيل. ده جميل جدا. من خلال اعمال التطوير اللي هي المماشي والكرانيز اللي حضرتك متابعه كده، المشروع المسمى بممشى اهل مصر. وبهذا الاطار مشروع ممشى اهل مصر ده تتعمل ايمانا من مبدا ان نهر النيل ملك للجميع. اكيد. بالاضافه انه تطوير من الناحيه الجماليه لوجهات المدن لتحسين. يعني افهم من كلام حضرتك ان هيتم اقامه ممشى الحقيقه من خلاله ان الناس تقدر ان هي تستمتع بجمال النيل، ان احنا نحافظ الحقيقه على شكل النيل وجماله من خلال وجهات ايضا فيها تذوق حسي وجمالي تعكس هذا المكان او هذا النهر العظيم. يعني احنا بالفعل يا فندم دلوقتي شغالين بالقاهره الكبرى. لو لاحظت حضرتك من كوبري امبابه لغايه كوبري 15 مايو شغالين بقوه في 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 في, في عمل الممشى، وفي جزء اخر في القاهره الكبرى ان شاء الله من 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 من, من كوبري 15 مايو حتى كوبري قصر النيل، اضافه ل 16 محافظه على مستوى الجمهوريه احنا شغالين فيهم في ممشى بنها السياحي لو حضرتك تعرفي. أيوة. وفي عندنا بدشنا وقوست عملنا تطوير للواجهات. المفروض يا فندم المده الحقيقه المتاحه لتسليم المشروع قد ايه؟ هيضع نهر النيل محل الانظار السياحيه، ويعود بالنفع على المجتمع وعلى كل البيئه المحيطه. واحنا كده بنفتح افاق جديده للاستثمار. يعني فعلا شيء مهم جدا ان احنا نستفيد الحقيقه من وجود هذا النهر العظيم في مصر، مش مجرد ان احنا يبقى عندنا بعض المراكب الحقيقه بتمشي جوه النيل بس، لكن مهم جدا ان احنا يكون عندنا كمان وجهات او اماكن سياحيه الناس ممكن ان هم يستمتعوا بيها وتكون حضاريه على النيل يا فندم. ان شاء الله يا فندم. بس الافضل والاكثر والاكبر برضه للقطاع ده التصدي للتعديات الموجوده. وده مع حضرتك قلنا ان ده البدايه، الحمايه هو الجزء المهم جدا من اجل التطوير. تمام. بشكر حضرتك تمام. جدا يا فندم، بشكر حضرتك للتوضيح. شكرا. الخبر الحقيقه الاخير اللي معايا خاص باسعار الدولار، وبيقول انخفاض اسعار الدولار بمقدار قرشين امام الجنيه المصري. مع الهاتف الان الدكتور مصطفى بدرة، استاذ التمويل والاستثمار. مساء الخير دكتور مصطفى. اهلا وسهلا يا فندم. مساء النور. مساء النور يا فندم. خلينا نعرف من حضرتك اكتر يعني تفاصيل هذا الخبر، و يعني تاثير هذا الانخفاض على تحسن نقول الاقتصاد المصري. طيب خلينا نقول ان احنا تحسن الاقتصاد المصري ده ليه دلائل. اتفضل. ازاي يشوف الدلائل دي المؤسسات الدوليه وايضا المؤسسات المحليه وكل المتعاملين في الشان الاقتصادي؟
طبعا كثير من الخبراء بيحددوا او بيروا ان تحسن قيمه الجنيه طبعا ده راجع لبدليل كثيره، منها تحسن في العديد من الانشطه الاقتصاديه داخل الدوله. طبعا على راسها تحولات المصريين في الخارج. اكيد اكيد، كل ما كان في ثقه في الاقتصاد كل ما زاد تحولات المصريين العاملين في الخارج. دي نمرة. نمرة اثنين ونقطة هامة جدا في غاية الأهمية، إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في نهاية عام 2018 والتحسن الكبير من المردود اللي هي بنسميه الاستثمارات في قطاع الغاز والبترول كان لها مردود كبير جدا في إن الحمد لله في توفير في العملة الأجنبية أكيد. نظرا لعدم الاستيراد. أيوه. ثلاثة، إن إحنا عندنا تحسن كبير في إيرادات قناة السويس. وعندنا تحسن في قيمة الصادرات المصرية اللي احنا النهاردة الحمد لله بنتحدث عن كثير من البنود والصناعات اللي في الصادرات المصرية. يعني عندنا شيء يا فندم تم تدريجي لتحسن الاقتصاد وليس شيء مفاجئ، يعني في أولويات بيتم من خلال هذا التحسن بكل تأكيد، وده مجهود عمل بقالنا أكتر من 5 سنين بنعمل عليه. النقط اللي بالنسبة لأي مستثمر ازاي تعيد الثقه مره تانية للتعامل مع الدوله. هل لك ان تتخيلي حضرتك وجمهورنا الكريم ان المردود اللي جاي النهارده من شان الاقتصادي بيرجع في الاساس ان يكون النهارده ثقه في القياده السياسيه، ثقه في المؤسسات داخل الدوله، ان احنا النهارده بنبني اقتصاد مبني على اسس، على قواعد سليمه. اللي بنشوف التغير النهارده كمان ان لما يخش الاستثمار ده عندنا في مصر يعني بيترسخ. مثال على ذلك بيكون عندنا نشاط في صناعة البترول والغاز، لما بيجي لنا استثمارات بالملايين والمليارات ده بيدل ان هو واثق فينا ان الحمد لله عندنا استقرار والمجتمع بتاعنا بيتحسن وبيتقبل التغيرات الاقتصادية. يعني هذه الطفرة الأهم يا فندم هو ان تكون هناك ثقة ما بين المستثمر والتعامل داخل مصر من جانب اقتصاد ينمو. بكل تأكيد حضرتك لخصتي اللي أنا بقوله في جملة وعبارة صريحة وواضحة. كيفية بناء الثقة ما بين الدولة والمؤسسات في الخارج وبين الحكومة والحكومات الأخرى، والأسواق كلها النهاردة يا فندم بينصب حوالين معدل الثقة، كلما زادت الثقة في الدولة المصرية كلما زادت الثقة في الاستثمارات اللي بتخش داخل الدولة، بتنعكس على الزيادة في الاستثمارات والتشغيل، بتنعكس على ارتفاع قيمة الجنيه أمام العملات التانية. جزء يا فندم من جذب المستثمر لنمو هذا الاقتصاد، والحمد لله احنا عندنا الاقتصاد فعلا بينمو، لكن احنا في احتياج أكتر لنماء، أكثر محتاج أكتر لأن الناس تشعر وتجني ثمار هذا الاقتصاد قريبا جدا، هو فكرة التسويق والعرض. إزاي يكون لدينا القدرة على العرض الصحيح لاستثماراتنا الجيدة من أجل جذب مستثمر مختلف لمصر؟ شوفي حضرتك سؤالك ده في غاية الأهمية، وده مش عبارة عن أمر مستفاغ أو أمر بيسير لدى كثير من الناس. عملية التسويق ان انت النهاردة نطلع بالمشروعات القومية بتاعتنا للخارج ونعرض معاهم ازاي يكون في شراكة مبنية على ثقة يعني تتبادل فيها المصالح ويكون تبادل فيها المكاسب، هو ده الاسس اللي احنا بنتكلم عنه. يعني اتفضل يا فندم. فخامة الرئيس لما كان معاه رئيس بيلاروسيا بيعرض عليه المشروعات اللي اتنفذت على ارض الواقع. إن إحنا النهاردة لما بنكون عندنا مشروعات ذات رؤية وبعد التنمية مستدامة، هو ده اللي بيحقق المردود لرخاء المواطن المصري وللمجتمع المصري. وده اللي إحنا بنعمل فيه يا دكتور، بشكر حضرتك للتوضيح. ألف شكر. كده للأسف الحقيقة فقرتي النهاردة انتهت. مصر بيحصل فيها إيه النهاردة؟ بعد الفاصل انتظروا الزميل عاطف كامل والتذوق الحسي للجمال.
بالنسبه للاغاني، الاغاني رديئه جدا وما ينفعش تدخل اي بيت مصري، لان كل بيت فيه ستات وكلماتها بذيئه جدا، ما تنفعش هي تتسمع خالص. ومفروض يبقى في قرارات حاسمه اكتر من كده، يعني مش مفروض ان يعني مجرد هاني شاكر او ممكن يكون عمل اللي في استطاعته، لكن المفروض الدوله تعمل حاجات اكتر من كده، المفروض ان هي تساعده المطرب اللي هو ما ينفذش القرار بتاع نقيب او النقيب هاني شاكر، المفروض يتقبض عليه، المفروض يتعمل له قضيه يتحاكم فيها. انا رايي ان الموضوع زاد عن حده، يعني بقى في كلام هزل كتير الناس بتقوله، والاطفال بقت بتسمع الكلام ده وتردده، حتى لو انا منعتهم في البيت بيجوا من بره سامعين الكلام ده في كل مكان في الشارع، ويعني بيقولوا كلام ما ينفعش يتقال، وخصوصا للاطفال وبنات ما ينفعش بقى الموضوع كده متساب، حتى لو الشباب او حد عايز يسمعه يبقى حاجه خاصه ليه هو. وبعدين القرار بتاع الاستاذ هاني شاكر بصراحه كويس، ان هو يمنع الناس دي يغنوا في اماكن عامه او في او يبقى ليهم حفلات او حاجات رسميه، هو قرار كويس، ويعني يا ريت كلنا حتى نقف نتكلم في الموضوع ده. والله انا ضد الاغاني المهرجانات، بس هي للاسف في العصر اللي احنا فيه ده والسنين ده التقدم ده ليها جمهور، ليها جمهور ومحدش يقدر ينكر ده، وفي ناس بتاكل من وراهم عيش. يعني انا عارف ان في ناس بتوع اصحاب الديجيهات والحاجات دي كلها بيشغلوها دلوقتي في اي افراح في اي حاجه، بس انا ضد الاغاني وضد الكلمات اللي بتبقى مستفزه للكلمات واطفال بيسمعوها والكبار بيسمعوها، ما يصحش خالص ان احنا نسمع حاجات زي دي. والله الاغاني بتاعت المهرجانات يعني هي بتسيء للاسره وبتسيء للبيت، لانها كلها اغاني مستوى دنيء جدا، بتسيء للمجتمع كله. يعني المفروض يشوفوا لهم حل في اغاني المهرجانات يمنعوها، او بالذات الاغاني بتاعت محمد رمضان والناس دي كلها بتسيء للمجتمع وبتسيء للاسره وبتسيء لناس كتير، فالمفروض يبقى في حل رادع للموضوع ده. انا ما بشجعش بصراحه الاغاني المهرجانات ولا الشعبيات، انا مع الفنان هاني شاكر بتوقيف المهرجانات، عشان دي اسلوب مش كويس، وهيشجع بعد كده اولادنا واطفالنا اللي هم يعملوا حاجات مش كويسه. وانا مع الفنان هاني شاكر بصراحه وبكل حاجه، لان الحاجات دي مش اسلوب كويس، واحنا ما تعودناش على كده. والله بص، هي يبقى في اغاني مهرجان، بس الراجل اللي بيعمل الكلمه يختار كلمه كويسه، عشان هتخش البيوت، هتخش في بنت هتسمعها، في زوجها هتسمعها، اولاد، انت بتربي جيل هتسمعه ايه؟ طيب انت صلح، عشان انا كمان لما اجي احفظ اغنيتك اقولها في اي مكان. وبعدين هم المفروض يبقوا عارفين لهم حدود، ما يبقاش كل واحد يقدر عايز يشتغل بتغني اغنيه. طب يا عم ما تخرجش عن النص بتاع الاغنيه، اعتبر نفسك بتكلم اختك بتكلم امك، يعني خليها كلمه محترمه واشتغل زمان. انا ما بمنعش ان هو يشتغل ويفرح الشباب والناس تفرح وتسمع اغاني، بس انت اختار عشان تفضل اغنيتك شغاله. احنا بنسمع اغاني بقى لها اكتر من 50 سنه لام كلثوم وبنرددها، هو لو عنده قال كلمه حلوه. طب انا بسمع احمد عدوي ما جرحش حد، كل الناس اللي موجودين محترمين، هو المفروض يبقى كده. خير عليكم. يعني الناس كانت يعني شوية ويقولوا اللفظ الضيفي عمل عليه كتاب، يعني اللي هي هرتلة، ان احنا الجسد المصري في الذوق العام ينبغي ان يدخل غرفة الانعاش مباشرة، في علل كتيرة جدا وفي امراض كتيرة جدا. الاغاني لا يا جماعة، انتوا لو فرغتوا اكيد قريتوا على مواقع التواصل الاجتماعي اغاني ما تسمى بالمهرجانات، لا ده فيها زنا محارم وفيها قلة أدب وفيها مخدرات وفيها خمور، وكمان الإعلام بيروج لها. نيجي للتمثيل، يعني بقت نماذج البلطجة والفتوانة وخلع الهدوم هي النماذج اللي بتتلمع. نيجي للرياضة، بقى النجوم الرياضية بيعملوا حركات مبتذلة في بلد بتستضيف. يعني إيه ده؟ ايه كم الهرتلة اللي احنا فيه ده يا جماعة؟ الموضوع محتاج لأجراس انذار من قبل المثقفين، مش عايزين نقول هي بقت قماشة المجتمع كده، وان احنا نستسلم وانه هذا هو الذوق العام، وانه يا جماعة هو ده اللي المفروض في الساحة. لا، في خلل كبير جدا بيحصل. يعني خليني نبدأ سلسلة من الحلقات حول محاولة لاستعادة الذوق العام
المصري اليوم مع الفنان والناقد التشكيلي اللي يعني بيشرفنا الأستاذ حسين نوح. برحب بك يا أستاذ حسين. أهلا بيك. أهلا بيك. سعيد أن أنا معك. ربنا يخليك. الشرف لينا. يعني أنا عجبني جدا آخر كتاب كان لحضرتك في المعرض كمان, هرتلة. هرتلة. يعني وده وصف دقيق جدا. يعني أنت كنت تقصد بيه إيه هرتلة؟ الحالة العبثية اللي احنا عايشينها. واللي تسبب فيها ما يسمى شبكات التواصل الاجتماعي. أنا شايف إنها شبكات للتباعد الاجتماعي. وإدت فرصة لأي حد أرى بقى ما أراش, قعد شاف ما شافش, بيقول اللي عنده. فالمجتمع في حالة سيولة مرعبة. ومفيش كيانات بتتواصل مع بعضها لتاخد موقف من الأحداث اللي بتحصل. يعني الناس بتعيب على المهرجانات. الفن أساسا يعرض ولا يفرض. الفن إنك تقدمه لأنه إفراز مجتمعي, بدليل إن كان عندنا واحد اسمه زكريا الحجاوي كان بيروح يلف في الأقاليم وفي المحافظات ويجيب لنا خضر محمد خضر ويجيب لنا متقال إناوي متقال ويجيب لنا الفنون الشعبية وتظهر مئات من الأغاني الشعبية ولم يكن فيها إسفاف على الإطلاق. صحيح. ليه بقى؟ في دور بتلعبه المصنفات الفنية. انك اي حد هيقول كلام يروح المصنفات الفنية. لا يعني هو, طب ثانية واحدة يعني. هو حضرتك بترجع انه الذوق العام انحدر بسبب مواقع التواصل الاجتماعي فقط؟ مواقع التواصل والاهمال من الكيانات المسؤولة. ايوة. اما اجي بقى النهاردة اقول منع, تمنع ايه؟ يعني انا حضرتك ضد المنع. انا ضد المنع لانه لا يجدي. المنع النهاردة لا يجدي. بدليل ان الاغاني دي في باريس في اماكن بتتغنى. هو الفكره انت خرجته ازاي. وانا بقى العيب على انت بتستضيفه في برامجك ليه. وبعدين اما يعني قنوات خاصه بتجيبه, انت بتجيبه عشان تزود الاعلانات لان انت عندك طبقه في المجتمع اللي هي بتاعت متقال وبتاعت خضره وبتاعت بيوم المرجاوي وبتاعت, انا كان عندي استوديو شفت ده. انت طول عمرك كان الصبح عندنا في الاستوديو الفن, فن شعبي. النهارده بس كان بيتراقب, كان بيروح. بس في مدرسه مع قرارات المنع. يعني انا لما الاقي انه في اغاني بتدعو الى شرب المخدرات والخمور, ده هيدخلنا في لوب, هيدخلنا في مشكله. هو الرقابه سابقه ولا لاحقه؟ انت بتخليش الراجل يروح يعمل اغاني وتنزل وتعمل وتقول له انا همنع حالك. ده قرار, ده يعني حتى استهلاك مادي انا ما اقدرش اوقف عليه. هو الفكره ان انت تعمل اجراءات لان الكلام اللي بيتقال, لان انا عاوز اسال سؤال, هو لو في فرح في منطقه شعبيه او في الاقاليم, يا سيدي الاقاليم لا تراقب. الاقاليم فيها مد سلفي كبير جدا, الاقاليم فيها تيارات غريبه جدا وفيها عشوائيات غريبه جدا. وانا كنت كتبت على حاله شفتها وانا راجع من بلدي دمنهور, كنت في بعمل حاجه على اوبرا دمنهور بنتكلم عن التنوير والثقافه والجمال. نعم. وانا راجع على الطريق الزراعي اكتشفت ان طول ما انت ماشي اماكن بتبيع رؤوس العربيات اللي هي بتجر العربيات الرأس, وبعد المبنى جامع جاب او زاويه صغيره مبنى وقف وبعدها مخزن. هو اولا واخد قوه من الناس اللي جوه المناطق دي ان ما حدش هيقدر يجي يهد مدنة, فبالتالي المكان قائم. اعتقد كده انت في عشوائيه عامه, انتجت فنون عشوائيه, انت تتخلص من العشوائيه وترجع حصه الرسم وترجع مكتشفين الفنانين الشعبيين اللي بيعبروا عن الفن الشعبي. ما هو انت في ناس بتقول انه قماشه المجتمع بقت كده يا استاذ حسين, يعني بمعنى انه يعني احنا اهملنا فكره تنظيم الاسره في العقود الماضيه 30 سنه 40 سنه اللي فاتت. فيعني اصبحت المناطق العشوائيه تفرز لنا ذوق جديد على فاصبح المستنيرين كمان في خندق ما بيطلعوش بره للناس. دي مشكله عند المسؤولين عن الوعي والتنوير والثقافه. انا شايف ان الثقافه
يعني لازم تهتم بقصور الثقافة في المحافظات وفي النجوع وفي الأماكن اللي احنا بنروحهاش. يعني أنا مثلا ليا رأي إن كل ما يعرض في المسرح المصري الحكومي ها يتبعت لقصور الثقافة وفرق المحافظات تاخد النص ها وتعمله هي بالفنانين بتوعها، فتبقى حط زرعت الفكر الكبير للكتاب الكبار بشكل رخيص، هم المبدعين في المحافظة أو في المسرح بتاع قصور الثقافة يعملوا النص ده من وجهة نظرهم وبمخرج من عندهم. فيوصل القماشة نفسها الثقافة عبء منقول بيتداول. مش يعني أنا عشان أوضب عقلا في منطقة مثلا اسمها قوم مش عارف ايه، انا ما ينفعش اقدم لهم ثقافة من الأبرة. الثقافة انا اؤثر في من يؤثرون، يعني اللي فاهم صح. انه يؤثر في يعني اروح للعشوائيات اعمل لها ثقافة يبقى هضطر اعمل لهم مهرجانات واعمل لهم بتاع، انا اؤثر في من يؤثرون في العشوائيات. طيب يعني في ناس بتقول انه يعني فكرة الإلحاح بالإيجابية على المشاهد وعلى المستمع هي ممكن تزيل حالة العبث والهبتلة. أنا مع ده أكيد. أنا مع ده أكيد. يعني هنا بقى يعني في تقصير لدى طبعاً جهتين. طبعاً. يعني الإعلام من جهة طبعاً. إن هو يعني هل... يا أستاذي الإعلام أنا شفت الولاد دول بقوا المادة المتواجدة المتنقلة في جميع المحطات. بس انا بعذرهم لان دول الاخر بيحسب ان واوت، يعني انت الاخر اخر الحكايه صرفنا كام وجبنا كام. على الدوله ان ترعى ده وتهتم بيه جدا وتبقى واخده بالها ان ده. انا لسه كنت بقول ان ده النخاع الشوكي للعصب العقلي المهم جدا للوعي البشري. هي الغريبة يا أستاذ حسين أنه يعني مش هنقول زمان قوي يعني، لكن لغاية فترات معينة السبعينات أو الثمانينات كان القاطرة اللي بتجر المجتمع كله هو الفن والإعلام طبعا. النهاردة أصبح المجتمع اللي بيجر الإعلام بالزبط. للحتة بتاعته يعني في إسفاف الإعلام يروح على الإسفاف. أكد على حضرتك كان الفلاح وعندنا في الكرة وكان العامل في المصنع وكان 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 دول كانوا يعني نرتقي بهم فيسمعوا شمس الأصيل وإبراهيم ناجي بيقول الأطلال وفايزة أحمد بتقول كلمات إيه، وأنا حضرت ده من خلال الاستوديو. كانت الكلمة والكلمة تنور الفلاح وبعض يعني. الكلمات قبور دي كلمة مهمة جدا الكلمة. ولذلك أنا لا 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 بنادي بمنع ولا أنا بنادي مراقبة للكلمة. أنت هتقول كلام بتاع مش هتشوف ها كاميرا وتقول فيها. أنا عاوز أسأل إحنا إزاي نمنع وكل القنوات شدت الولاد دول وقالت لهم أنت تقننه وعلى فكرة يعني تاخده تفهمه الحكاية، لأن الولاد دول منتج إفراز للبيئة بتاعتهم صحيح. لا يتجاوزها إطلاقا. وعلى فكرة المنطقة بتاعته بتشجعه، اللي حواليه بيشجعوه، وهو اصلا يعني هو ايه اللي بيخلي الناس دي تبقى قويه. يعني انا شفت برنامج امبارح البطل بتاعه بيتكلم بقوه شديده جدا وهو محدود الوعي جدا بس اتكلم بقوه. القوه قوه ماليه، انه عنده فلوس انه ما يهموش الجمهور قوه اللي ماليه وبتبقى عند انت عارف في نجوم اما بيدخلوا مكان الناس بتبقى بتعاملهم على انهم حاجه كائنات فضائيه ويبصوا له ومنبهرين بيه. انت خليت ده السامبل بتاعك اللي بتعرضه نموذج بالظبط وبتاخده تقدمه في دول تانية وتبعته. يعني اصلا ده المفروض الفنون دي تتحزم وحتى لو اساء ما يعتذرش. يعني حضرتك بتقول ان هو متعالي على الناس طبعا. الله يرحم عبد الحليم حافظ لما صفر في قارئة الفنجان اعتذر انه صفر للجمهور. اشتغلت معايا استاذ عاطف وكنا بنعمل البروفات في بيته يعني 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 اقول لحضرتك وكان هقول لحضرتك حاجة السراونتنج اللي الناس دي كانت موجودة فيه أنا حضرته. أنا لما جيت من دمنهور مع محمد نوح كنا طبعا الأستاذ حسين نوح هو وأكيد الشبه واضح يعني أخو الفنان الجميل محمد نوح كنا بنقعد على في تخيل كافيتيريا اسمها كافيتيريا سوق الحمدية. أنا شفت سعاد حسني قاعدة
ها؟ وشفت صلاح جاهين وشفت الرسام رخا وشفت مدكور ثابت وشفت امل دنقل وشفت سيد حاجات يعني. اقسم لك بالله والمفكرين وزكي نجيب محمود ويوسف ادريس وكنا نقعد نتبادل الكتب على كافيتيريا اسمها سيد الحمدي. اللي حصل ان الفنانين بتوعنا كانوا بيقعدوا مع الناس دي. النهارده انت اللي بتختار النجم واللي بتختار مع احترامي النص واللي بتختار مين مخرج. هي بنوته عملت اعلان جميله ضربت شعرها في الخلاط والناس لقيتها ست جميله فبقت فنجموها بسرعه جدا. السرعه بتاعت النجوميه بتخلي دي هي اللي بتختار كل حاجه. واني اعمل حاجه غريبه يعني كمان ومش غريبه بمعنى مبتكره او مبدعه لا يعني غريبه بمعنى انها خارجه عن سياق المجتمع كله. هي دي بقى اللي بتبقى الفلتر اللي انا لو بعت لها ورقه او واحد زي مثلا اي حد مدحت العدل وحيد حامد الاخر هي اللي تقرا وتقول اه لا. وعلى فكره البعض والكثير منهم بيقرا ساميه 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 تقول لك انا حمضي ساميه وفي عبد العزيز وعلي رجله ومش عارف مين وبسلان والعلانه والبتاع وبعدين ساميه تقول لك انا مش هقدر. ليه؟ هي فكر يعني الاعلان هي عاوزه تبقى طول النهار وشها عند الناس. ما تعرفش ان عظمه ام كلثوم انها كانت بتخبي العرب يعني تقعد تقول هو صحيح ترم صحيح وتيجي في بعد في نص كوبليه عامله عربه بصوتها الصلاه تصرخ لان الممنوع مرغوب. انت قللي جمالك وقللي وجودك واخد بالك وقللي انك تبقي يا سيدي الفاضل. احنا نساء الفن في مصر كلهم راحوا لدكتور انا اعرفه بقول كلهم شكل واحد كوبي بيست من هيفاء وهبي الشعر الاسود والنفخ الكبير وكانهم خارجين من على كونغرس يعني مصنع سيليكون وضرب يعني مصنع سيليكون و و و ويتباروا في فكره ان انا عندي احسن منك انا المنطقه دي اكثر جمالا. ده لمحدوديه فكرهم. انا اتحدى حد من الناس دي ارى كتاب لألبرتو برافيا ارى كتاب لكولين ويلسون ارى كتاب لمكسيم جورجي لا هيقول لك يعني ايه كتاب الاساسي يعني مش هيقول الاسماء دي هو لو قريته انت قريت لفلان هيقول لك يعني ايه كتاب. للاسف في ازمه كتابه وازمه نشر وازمه ما تيجي ننظف ودنا كده ونسمع يعني الجميل محمد نوح وفي نفس الوقت كمان ياخد من بايدينا ويقول لنا مدد 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 بالزبط. شد حيلك يا بلد يعني خلينا نسمع نوح إلى يلا يعني طبعا كلمات الشاعر الجميل إبراهيم رضوان يعني لا جدال طبعاً. في هذا أنا بستغرب يا أستاذ حسين إنه إحنا معنا بوصلة للشعب يعني يوم ما أذعنا فيلم الممر التف الشعب المصري لسه كنت بقول حول هذا الفيلم بشكل غير طبيعي وفي نفس الوقت لما جي حد يروح سحبه بكلام مبتذل برضو تسحب ناحيته يعني اذا عندنا ارض خصبه تقدر تزرع فيها اللي انت عايزه يعني يا اسفاف يا اما بالظبط يعني كلام جيدة. كلام مهم جدا اين كتاب مصر الكبار يعني اين العقول المصريه الحقيقيه في مصر انت دلوقتي حتى المسلسلات للاسف ان لم يكن كاتب من الكبار زي وحيد حامد مدحت العدل واخرين محمد جلال عبد القوي ومحمد حلمي هلال قاعد في بيته مثلا دلوقتي كرم النجار قاعد في بيته صفا عامر كتاب لحقوا مرحله القرايه شافوا قروا شكسبير كله وده عمل التيمات بتاعه الانسانيه الفنون اما حد يقول لي دي انترتينمنت بس بقول له انت عندك مشكله كبيره جدا جدا الفنون هي والثقافه والوعي هي اللي يعني بتعمل يعني اكبر مؤثر في الكينونه البشريه الدفاع الحقيقي بالزبط. على فكره لاي هجمات انت اذا عليت من الفنون والابداع ها قدام مناخ بيتكلم ويستدعي فكره السلفيه وما هو قبل 1400 سنه ويتكلم فيه
رمانة الميزان هنا انك تزود ده شوية واخبرك وتعمل ترشيد لده وتاخد منه المناسب اللي يتقال ويحصل فيه فرز. احنا في حالة بنعاني من عدم الفرز. يعني هقول لحضرتك اكبر مذيع في مصر هو مش احسن مذيع. هو اكبر واحد بيعمل لنفسه ماركتينج او بيعمل مواضيع حراقة. احسن مطربة في مصر هي مش احسن مطربة ولا حاجة. هي اكبر واحدة بتقوم الصبح تعمل ماركتينج لشغلها. ما هو المعيار اتقلب. فما فيش يعني فرز يا أستاذ. ما فيش فرز. طبعًا. فبالتالي طبعًا. انا النجاح ما بقاش يعني انا بعتقد اعتقاد شخصي وقد اكون خاطئ. المتر اللي بنقيس به قياساتنا هو ناقص منقوص. انت حتى يعني 80 سنتي. وحضرتك فنان تشكيلي كمان حتى التلوث البصري في التماثيل اللي بتتعمل والوان العمارات يعني برضه ما هو ده نوع من دي هرتلة. يعني تلاقي عمارة راجل عامل وجهه شيك جدا ويجي واحد واخد شقة فيجي واخد البلكونة كده سيراميك ازرق. ده راجل طيب جدا. وهو ما خدش باله. طبعا طيب دي يعني مصطلح مهذب يعني ده كتر خيرك طيبة يعني. طيبة. الالوان البغبغانية هي الالوان الطيبة. البغبغانية. البغبغانية. يعني اللي هي الوان هرتلة. ما تسيبش لون لبكرة. يعني انا دايما اقول ان يا شباب وما بروح اتكلم في الفن والجمال. وانا رايح جامعة عين شمس اقول لهم اللي عاوز يعمل بيت شيك وحلو من غير فلوس يدهنه ابيض ويحط شويه اثار زرع. في اسهل من كده ويحط شويه يجيب اي انتريه ويحط عليه شويه كوشن. طبعا استاذ حسين الحقيقه يعني لو معانا صور للوحاته يعني هو مهتم جدا كمان بقضايا جوه اللوحات دي بالمراه المصريه وبالريف المصري بالزبط. وبالشكل والملامح المصريه وعمل لنفسه مدرسه خاصه يعني وقاصد ان ما بيعش سلوتير في منطقة شعبية. لان بمعنى خاطبوا الناس على قدر عقولهم. بمعنى ان انا ما روحش اعمل تجريد اسيب ده لاستاذ كبير زي الاستاذ فاروق حسني اللي انا بيفيدني لونا. انما هو بيطلع بره والناس بتحتفي بيه وانا بحتفي بيه وبحضر شغله. تمام. بحبه جدا. بس انا بروح البحيرة وروح اسكندرية بتاعت سيف والي وأدهم والي وماله التنوع ده مطلوب طبعا. بروح بعمل ببقى ماسك العصا اجي عامل لوحتين كده ليا والباقي اوري الناس انك لو حطيت اللوحة دي في بيتك تعمل شكل جمالي. هي دي الفكرة. لا وهو ده الجمال يعني فكرة الشقاوة في الفن انه بنت الجيران في الفن التشكيلي يعني بالظبط كده. هي الشقاوة في الفن. يعني انا مثلا اخاف قوي من المخرج اللي ياخد شوت من ايد الكوبايه ويخليني قاعد ويعمل لي كده ويبان سريع ويبان كده وتلت اب سريع. يعني ده يبقى مراهق. وزي ما تجيب لطفل كاميرا فيمشي يتصور كل حاجه كل حاجه كل حاجه. الفنون كل ما تبدع انك تختزل الجمال تختزل الالوان. شغال كان ازرقات. فان جوخ كان اورانجات واحمرات واصفرات. انما ان كل الالوان وكل الباليتا واجيب لوحه احط فيها كل الالوان. احنا حصه الرسم اتلغت يا استاذ حسين. انا بقى داخل على ده واقول لحضرتك انا اتعلمت المزيكا في دمنهور خلال الاجازات الصيفيه. كانت المكتبات كان في حصه موسيقى تفتح حصة طبعا موسيقى مزبوط. حصه رسم مظبوط. ومكتبه دمنهور دي من العلامات اللي في دمنهور هي واوبرا دمنهور اللي انا لعبت عليها مزيكا وانا طفل كنت بلعب. طبعا طبعا. فكره الاهتمام بالكتب ومش ان الناس تجيبها تحطها في يبقى يقول لك انا عندي مكتبه تقول له عندك روايه لفلان يقول لك عندي. هو نوع من الديكور والمجاهد. قريتها يقول لك انا قريت منها صفحتين بس هكملها بعدين. يا سيدي الفاضل الهطل ده كفانا بقى. صحيح كفانا. طيب استاذ حسين يعني لو اخذنا بغناء العظيم يعني محمد نوح وشد حيلك يا بلد. تشد حيلها في مواجهه هذا الهبوط والاسفاف أكيد. والفيروس والبلد. المنتشر ازاي والبلد. انت عايز مصنفات عايز يعني رقابة مصنفات عايز الفنانين والدولة توقف. يبقى نعمل ريبليست للحاجات السيئة. استبدال للحاجات السيئة. يعني يعني انت قلت لي حتة مش عارف ايه انت تقول بقى الكلمة
انت ازاي تفوتني من كلمات الناس العظيمه واحمد شوقي و و و ورامي و و والناس كانت بتقعد تسمع في الريف، كانوا بيقعدوا يسمعوا ده، انت فوتني من ده ها وسبتني دلوقتي للكلمات الضحله الطيبه اللي بتاكل مع الناس. هي للاسف لان انت عندك نسبه عشوائيات عاليه جدا. العشوائيات، انا عاوز اسال سؤال، هو اللي التكاتك دي افرازها السمعي هيكون ايه؟ ما هو عاوز حاجه سريعه والمشوار سريع، وانت لازم تقدم بديل يا فندم، بديل في المسرح برضو، وبديل في السينما وبديل في الفن التشكيلي، وده تبقى معنيه بالدوله، والبدائل موجوده. وهقول لحضرتك محبوبين يا لا حلول استاذ عاطف، لا حلول على الاطلاق للوعي الا بفنون واعيه لكتاب واعيه وتنوير حقيقي بمعنى الكلمه. انا بحس انه الناس دي بتشتغل ضد سياسه الرئيس بصراحه. يعني الرئيس يقول لك بناء الانسان ودول بيهدموا في كل العناصر اللي حضرتك بتتكلم عليها بقى، مزيكا غنى بعض القنوات بعض الاعلاميين. يعني معلش انا شايف ان حتى مرحله النصريه بجمالها وان الكثير من الناس بيتفقوا عليها وبيحبوها وكده، الداعم الكبير قوي لها كانت فنون بقدرها. فكرة القومية كان لها فنون، وطني حبيبي الوطن الأكبر طبعا. الأغاني أما بتعمل مشروع كان بتقول له في نهضة ثقافية ونهضة يعني رهيبة على فكرة، ده سبب كبير جدا جدا لأن ده سوق المرحلة، سوقها كويس جدا بكتاب واعيين جدا كانوا منتج لمرحلة الأربعينات والثلاثينات اللي أنا بالنسبة لي أفرزت العقل الواعي المستنير. وانا لما بقعد اسمع خطب النحاس او خطب سعد زغلول والحظ ان انا عندي مكتبه فيها الكلام ده، واقرا في العلوة الوثقى واقرا كتابات طه حسين، يا اخي انا ليه ما بنطلعش طه حسين ده ندرسه في المدارس؟ نفسي افهم ليه مستقبل الثقافه في مصر ها، وكان بيتكلم عنه الاستاذ العظيم جابر عصفور، ما 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 يبقاش ده. طب فاضل لي دقيقه اقول لك ماذا لو يعني لم ندرك ما يحدث الان من هبوط في المستوى العام، ممكن يحصل لنا ايه؟ هتزيد السيوله وهيطفو. بص احنا في مجتمع مصاب بحاله يحكمها قانون اسمه قانون الطفو، الغس والطيب والاهطل على السطح. التقيل عنده حالتين، يا مختفي وصعبان عليه وعنده كبرياء، يا إما إنه بتجيله حال الصمت على وفي المسؤولين مختفي. تقليب الحكاية دي حكاية. أنا أمي رحمة الله عليها كانت ست بسيطة جدا، وكانت تقول لك يا ابني الرز اللبة، إحنا في حالة لبة، اللبة دي منتجها إن أنت مش هتعرف تاكل، فإحنا عاوزين نلحق صحيح. نصعد ما هو حقيقي ونقفل على اللي مش حقيقي. احنا مش عاجبنا فلان الفلاني، اقفل عليه. او بتتقال كده يعني بوضوح شديد، بوضوح بقى. انما هتقول لي هو هيغني في يروح بقى يغني في الشوارع مع نفسه، هو حر. مظبوط. مره هيتقال له مره واحد في اللي قاعدين يجي قام ضربه ويقول له يا ابني الكلمه دي انا مراتي قاعده جنبي. ده الفنون تعرض صحيح ولا تفرض. نعتبره ناقوس انذار من الناقد والفنان التشكيل الجميل الاستاذ حسين نوح، ونواصل مع بعض. يعني انا اعتقد انه ربما تتفق معي انه اخطر من فيروس كورونا ما نتعرض لي الان، وربما يعني محتاجين حملات توعيه ضد فيروس تدني الذوق العام اللي بيحصل حوالينا. نقول اغسل اذنيك جيدا بدل يديك، يعني اغسل اذنيك جيدا بموسيقى هادفة، تجنب الاحتكاك المباشر أو غير المباشر بكل ما هو غث من اللي بيسموا نفسهم فنانين أو حتى إعلاميين يروجوا لهم. حاول بقدر الإمكان أن يعني تحرص على أنك أنت تبقى في بيئة صحية جميلة، لأن إحنا علينا كمان عامل كبير جدا، إحنا اللي بنشجع وإحنا اللي بنشوف وإحنا اللي بنشاهد وإحنا اللي بنزود عدد المشاهدة وإحنا اللي بنشجع على كل هذا الإسفاف. من الهرتلة احفظ يا رب بلادي وشعب بلادي، وإلى اللقاء.